بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم بميدان الساد. شوطنا أيضا هذا الشوط السابع، خاصة للأبكار، للأبكار خاص هذا الشوط. متمنين التوفيق للجميع، نتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول منذ البداية. هذه أمامكم مشاهدينا الكرام، بدت باستلام القيادة. مشاهدينا الكرام، بعض الأسماء لم توجد في كشف الأسماء، ونرجو من الجميع تدوين مطاياهم صح. اللي غيرت واستلمت المركز الأول، يا سلام، غير بن سالمين، شواهين، ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي استلمت المركز الأول، قادت المسيرة، الذيبة طوء الشاهينية، مطر بن عمر الشامسي تنطلق إلى المركز الثاني، يصل بن سويلم ويتقدم بن سويلم، مبارك بن أحمد بن سويلم من يأتي بالشاهينية، وصل شعار السيحي، محمد بن أحمد بن حسن العامري من يأتي بالشاهينية، خذت المركز الثالث، بدل من مركز إلى مركز، تصبح ثانية، لكن بن سالمين يستلم القيادة. ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي هو من يقود المسيرة بشواهين، مجموعة شواهين. ناصر، يا ناصر، هو المسيطر إلى المركز الأول. ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي من يطلق الشاهينية، الثاني الشاهينية، محمد بن أحمد بن حسن العامري إلى المركز الثاني، لكن خلاص الشوط مع بن سالمين. ناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي ينتزع المركز الأول بشواهين، تفوز بالمركز الأول وبدون أوامر. تهانينا لناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي. المركز الثاني مشاهدي الكرام لمحمد بن أحمد بن حسن العامري، والثالثة يلي وصلت الفائزة سعيد بالغالية العامري. التوقيت 2:17، وناصر بن سليم بن سالمين الوهيبي ينتزع المركز الأول، والتوقيت لازال صامت تحت أقدام مبهر، حقق التوقيت الأفضل 2:12. تهانينا لمبارك بن أحمد بن سويلم العامري، نهنيه على فوز هجنبي 3 نقاط وبالتوقيت الأفضل.